محتاج فرصة. عمرو جاته معلومة زي ما بتجينا معلومات كتير، معلومة تقول أنه في العالم العربي يوجد 45 مليون شخص عندهم إعاقة حركية، وكثير منهم بيعاني من عدم وجود وظيفة. هذه المعلومة حركت مشاعر عمرو وخلته يتحرك ويتفاعل ويساعد في توظيف 1000 شخص عندهم إعاقة حركية، وأنشأ مركز اتصالات وظف 100 شخص، وكمان أثر في 3 شركات فتبنوا نفس الفكرة. هو مركز أمل بالنسبة لنا، يعني كمركز وفر لنا كتير، يعني أتاح لنا الشغل في المجالات اللي إحنا أساساً نشتغل فيها، لأن كده أنا لازم أشتغل بالبرنامج بتاع الناطق، فالمكان وفر لي الموضوع دوت. الفرصة دي قد تكون بتغير حياته، والفرصة ممكن تكون أمل أنا شفته في ناس اشتغلت وسبحان الله الشغل ده اتجوزوا وخلفوا عيال مش من ذوي الإعاقة. الحمد لله العالم العربي فيه الكثير من الخير، فإذا كنت من صناع الأمل أو تعرف من يستحق أن يكون منهم، زور موقع المبادرة arabhopemakers.com وشارك في